عموما في هذا الخبر أيضا خبر فني، واللي شارك فيه 20 خطاط وخطاطة من مختلف الدول العربية في معرض أنوار الحروف اللي نظمته جمعية الثقافة والفنون بالإحساء. طبعا هذا المعرض عرض 80 لوحة تجسد جمال الحروف العربية، ورسمت كلمات من القرآن الكريم والموروث النبوي في رحلة فنية تأصلت فيها القيم الإسلامية والتراث العربي. أتوقع مثل هالنوع من أنواع المعارض تجذب كثير من الناس المهتمة في مجال اللوح، وخاصة اللغة العربية أو الحروف العربية، فحلو هذا الشيء فعلا. وهو يعني على طار اللغة العربية، فن صار الحين يعني حتى عالميا مهتمين فيه، صح. مهتمين في هذه اللوحات والمخطوطات اللي تكون باللغة العربية والحروف العربية، وخاصة لما يكون أصلا فنانين عرب وقاعدين يشاركون في معارض أو من مختلف الدول، ويجتمعون مع بعض ويتعرفون على هذا الفن القرب. يعني نرجع نقول حراك ثقافي جديد يحسب المملكة العربية السعودية في مثل هذه المعارض، يتم يعني خلنا نقول اجتماع الفنانين والفنانات والخطاطين من مجتمع من مختلف المجتمعات، فهذا شيء يرجع لهم بشيء شكل إيجابي أنا بوجهة نظري، وبالعكس أتمنى لهم كل التوفيق، وفيها تعزيز اللغة العربية وفيها تعزيز أيضا خلنا نقول لغة القرآن، صحيح. فالشكل أصل الحروف، أنا بالنسبة لي شكل الحروف العربية جميل، يعني غير من اللغات الأخرى، ودائما أشوف يعني صح أنه يمكن شوي بشطح في الموضوع، لكن بقول لكم أنا دائما أشوف أجانب كثير مثلا مش متحدثين باللغة العربية، مثلا يكون عندهم وشم باللغة العربية أو لابسين تيشيرت باللغة العربية أو كاتبين شيء معين باللغة العربية، أصلا شكل الحروف العربية حلو بالنقاط بالحروف بالحركات، جميل. على طاري اللغة العربية، أنا كنت في باريس وقابلت بالصدفة مجموعة بنات وشباب كانوا مصورين وجايين يحضرون حدث يعني للتصوير، نعم. فلما تسولفت معهم عرفوا أني أنا من السعودية، قالوا إحنا أمنية حياتنا أن إحنا نجي ونتعرف على فن التصوير في السعودية، نصور هذه الأماكن اللي إحنا نشوفها. فهو الفن مش بس في المخطوطات، حتى يعني شفتي عالميا هم قاعدين يفكرون طبعاً. يبغون يوصلون يجون يعيشون هذه الأحداث اللي تكون عندنا.